ثم قال رحمه الله: وقد يعلل بما تركب وامنع لعلة بما قد أذهب. وقد يعلل بما تركب، أي قد يعلل بالوصف المركب، أي أوصاف مع بعضها مركبة، أي جمعت مع بعضها ليس وصفا واحدا فقط. علة تحريم الخمر الإسكار وصف واحد، لكن قد يكون الوصف مركبا. نقول علة القصاص القتل العمد العدوان، هذه أوصاف ثلاثة. إذن نقول هذه العلة مركبة من أوصاف عدة، هذا أيضا صحيح كما عليه الأكثرون. وقد يعلل بما تركب، العلة لا يلزم أن تكون وصفا واحدا فقط، بل يمكن أن يكون وصفا متعددا. والعلة في الأصناف الأربعة عند المالكية الاقتيات والادخار، مع غلبة العيش إن أردنا الزيادة. فنقول الاقتيات والادخار هذان وصفان، فنحن جمعنا بين وصفين أو ثلاثة أوصاف لنركب منها علة واحدة. فالعلة قد تكون مركبة من أوصاف عدة، كما تكون أحيانا وصفا واحدا. ما هي العلة في النقدين أو في الذهب والفضة؟ نقول هي الثمنية، أو نقول هي الوزن، وصف واحد فقط. لكن ما هي العلة في الأصناف الأربعة؟ هي الطعم مع الكيل، إذن وصفان. فيمكن أن تكون وصفا واحدا، ويمكن أن تكون مركبة من أوصاف عدة. هذا معنى قوله هنا رحمه الله: وقد يعلل بما تركب، أي يمكننا أن نعلل ونجعل العلة أوصافا عدة فتكون مركبة من عدة أمور. وقد يعلل بما تركب، كما هو الحال أيضا في انتقاض الوضوء. لو أن شخصا ذهب لقضاء حاجته فخرج منه البول والريح والغائط معا في آن واحد، فإننا نقول العلة هنا مركبة، انتقض وضوءه بجميع هذه الأمور. ولو أن وضوءه انتقض بشيء واحد أيضا، نقول انتقض وضوءه بهذا الشيء الواحد فقط، بخروج الريح فقط مثلا. إذن قد تكون العلة واحدة وقد تكون متعددة. هذا معنى قوله هنا رحمه الله: وقد يعلل بما تركب، بما تركب. وامنع لعلة بما قد أذهب، وامنع لعلة، أي وامنع التعليل، وامنع اعتبار علية ما قد أذهب الحكمة. تقدم معنا أن الحكمة هي سبب السبب أو سبب العلة، هي علة العلة. فامنع من التعليل بكل ما أذهب وأبطل هذه الحكمة. إذا قلنا إن العلة في إباحة الترخص للمسافر هي المشقة، فالشارع يريد أن يرفع عنا المشقة وييسر علينا، فكل ما أذهب هذه الحكمة لا نعلل به. هذا معنى قولنا رحمه الله: وامنع لعلة بما قد أذهب الحكمة. على سبيل المثال، لو أن قائلا قال في المسافر: قادر على إتمام الصلاة فلا يجوز له قصرها كالمقيم. لو قال هكذا، يقول قادر، هو قادر على إتمام الصلاة، أي يمكن أن يصلي أربعا، قادر على الإتمام فلا يترخص بالقصر كالمقيم. فهنا يقيس المسافر على المقيم في وجوب إتمام الصلاة بجامع القدرة على إتمام الصلاة في حق الجميع. فنقول إذا ألزمناه بالإتمام فإن هذا يذهب الحكمة من الترخص. لماذا رخص لنا الشارع في الفطر ورخص لنا في القصر؟ لرفع الحرج عنا وللتيسير علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأنت إذا ألزمت هذا بالإتمام فإنك تزيل وتذهب وتبطل تلك الحكمة، وهي التيسير على الناس. إذن لا يصح أن يعلل بعلة ترجع إلى الحكمة بالإبطال، كما قال هنا رحمه الله: وامنع لعلة بما قد أذهب، أي وامنع التعليل بما أذهب الحكمة، أي بوصف
أذهب وأبطل الحكمة. ثم قال رحمه الله: والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم. والخلف أي الخلاف واقع في التعليل بالذي عدم، أي في التعليل بوصف عدمي لما ثبوتيا، أي الوصف العدمي فيه خلاف هل يكون علة لحكم ثبوتي، لما ثبوتيا أي لحكم ثبوتي علم كنسبي علم. أي والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا علم كنسبي، أي كما علم كما يوجد الخلاف أيضا في التعليل بالوصف النسبي. ما معنى هذا؟ الأحكام قد تكون مثبتة وقد تكون منفية، وكذلك الأوصاف والعلل قد تكون مثبتة وقد تكون منفية. فإذا كانت مثبتة نسميها وجودية، وإذا كانت منفية نسميها عدمية. فتقول مثلا: لا ينجح لأنه لا يجتهد. لا ينجح هذا نفي للحكم، لا ينجح أي هذا هو الحكم، نقول لا ينجح، إذن هذا حكم منفي، إذن حكم عدمي لأن فيه نفيا. لا ينجح لماذا؟ لأنه لا يجتهد أو لا يراجع، فهذه هي العلة، وهي أيضا منفية فتكون عدمية. إذن إذا كان الحكم منفيا فهو عدمي، وإذا كانت العلة منفية فهي عدمية. ينجح أو نجح لأنه مجتهد، فينجح لأنه يجتهد، هذا إثبات للنجاح لسبب الاجتهاد. إذن فينجح أو نجح هذا حكم وجودي لأنه إثبات، فهو حكم وجودي. لأنه مجتهد أو لأنه اجتهد هذا أيضا وصف وعلة عدمية، لأنه كذا إذن هذا عدمي. هذا هو المقصود بالوجودي والعدمي هنا، بالثبوتي والسلبي. فالشيء الذي يثبت يسمى وجوديا أو ثبوتيا، والشيء الذي ينفى يسمى عدميا. فقال رحمه الله: هناك خلاف في التعليل بوصف عدمي أو بعلة عدمية لحكم ثبوتي وجودي. فهل يمكن أن نقول الحكم وجودي يكون فنقول اضربه؟ لماذا؟ لأنه لا يسمع الكلام، لأنه لا يطيع الأمر. الحكم وجودي والعلة عدمية، فنقول اضربه لأنه لا يطيع. هل يصح هذا أو لا يصح؟ هذا محل خلاف بينهم. وقبل أن نأتي إلى مثال هذا في الشرع، نقول إذا اعتبرنا الحكم والوصف وأن كل منهما قد يكون ثبوتيا وقد يكون عدميا، تتحصل أربع صور. فيمكن أن يكون هناك حكم وجودي بعلة عدمية أو بوصف عدمي، ويكون أيضا حكم عدمي بوصف عدمي، ويكون أيضا حكم عدمي بوصف وجودي، ويكون أيضا حكم عدمي بوصف وجودي. الأول وهو التعليل لحكم وجودي بوصف عدمي أو بعلة عفوا التعليل لحكم وجودي بوصف وجودي أيضا، كما نقول يجوز له أن يفطر لأجل السفر. الإفطار إذن يفطر للسفر، يحرم الخمر للإذكار. فنحن نثبت الحكم لعلة أيضا مثبتة، فهذا ثبوتي لثبوتي، وصف ثبوتي علل به لحكم ثبوتي، وجودي لوجودي، وحكم وجودي علل
بوصف وجودي. أما العدم مع العدم فنقول لا ينعقد هذا البيع لعدم الرضا فيه، فنفينا الحكم وهو انعقاد البيع، فنقول لا ينعقد أو لا يصح البيع لعدم التراضي. فحينئذ عللنا لهذا الحكم العدمي بهذا الوصف العدمي، فكلاهما منفي لا ينعقد لعدم التراضي. ويمكن في القسم الثالث أن نقول في الحكم العدمي بالعلة الوجودية، الحكم العدمي بالعلة الوجودية كقولنا لا تقبل شهادته لفسقه، الحكم عدمي وهو نفي قبول شهادته، لا تقبل شهادته لماذا؟ لفسقه. وإثبات الفسق هنا وجودي لأنه مثبت، إذن لا تقبل الشهادة للفسق. فهذا تعليل بوصف ثبوتي وجودي لحكم عدمي. أما القسم الرابع وهو الذي ذكره في هذا البيت هو الذي فيه الخلاف، فقال فيه رحمه الله والخلف أي الخلاف واقع في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا، أي التعليل بالعلة العدمية لحكم ثبوتي وجودي. فهل يصح أن نقول في الحكم الوجودي يثبت الحجر على الصغير لماذا؟ لعدم رشده. فهنا الحكم هو إثبات الحجر، فنقول يحجر عليه لعدم رشده، وكذلك المجن نقول يحجر عليه لعدم رشده. فنحن هنا أثبتنا حكما، هذا حكم وجودي لكننا عللنا له بوصف عدمي، إذن يحجر عليه لعدم رشده. هذا فيه خلاف، والأكثرون على جواز ذلك بلا محذور. وهناك قوم وطائفة قالوا إن هذا لا يجوز لأن العدم عدم، فالعدم مختف ومستتر، وإذا كان العدم خفيا وقد اشترطنا في العلة أن تكون ظاهرة، فكيف يتم التعليل بهذا العدم؟ إذن هم هكذا قالوا، لكن يحاجون بأنهم وافقوا على التعليل للعدمي بالعدم، ووافقوا أيضا على التعليل للعدمي بالوجود. إذن هناك عدم اعتبروه ولم يخالفوا فيه، فما قالوه في ذلك العدم يقولونه أيضا هنا. فبأي شيء أثبتوا حجية أو صحة التعليل بالعدم للعدمي؟ لماذا أثبتتم صحة التعليل للحكم العدمي بالوصف العدمي؟ إذا أجابوا نقول فكذلك أيضا نثبت صحة التعليل للحكم الوجودي بالوصف العدمي. إذن الصحيح هو ما عليه الأكثرون من صحة التعليل للحكم الثبوتي الوجودي بالوصف العدمي المنفي أو السلبي. ثم قال رحمه الله كنسبي. إذن عندنا هنا مسألتان، تحليل البيت والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا علم. إذن الخلاف معلوم هنا ومعروف، الخلاف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي معروف معلوم. كنسبي أي كذلك أيضا في الأوصاف النسبية والأوصاف الإضافية، ويقصد بها تلك الأوصاف التي لا تفهم إلا بفهم أوصاف أخرى، كالأبوة لا تفهم ولا تعقل إلا بعقل البنوة، فهو وصف نسبي ووصف إضافي اعتباري، لأننا لا يمكننا أن نفهم من هو الأب إلا إذا فهمنا من هو الابن. إذن الأبوة لا بد من البنوة لكي نعرف ما هي الأبوة، وكذلك القبلية والبعدية، جاء قبلي، قبل أن أفهم ما هو قبل لابد أن أفهم أيضا البعد،
وقبل أن أفهم ما معنى بعد لابد أن أفهم معنى قبل، فوق وتحت. إذن هذه أوصاف إضافية هي التي يسمونها بالأوصاف النسبية. هل هذه تعتبر وجودية أو تعتبر عدمية؟ لأنها موجودة في الأذهان لكنها لا توجد في الأعيان. أو هل رأيتم شيئا اسمه فوق؟ أو رأيتم شيئا يقال هذا هو الأب؟ الإنسان نعم نقول هذا هو الإنسان، لكن الأبوة هل تعرفون لها شكلا أو حجما معينا؟ فهذه الأمور معروفة موجودة في الأذهان وفي العقول، ولكن في الواقع وفي الخارج ليس لها وجود. ليس هناك شيء نقول هذا هو الأمام وهذا هو الوراء، هذا هو الفوق وهذا هو التحت. إذن هذا ليس موجودا في الأعيان، ليس له عين وذات محددة. فهل نقول إن هذه عدمية لأنها معدومة في الخارج وفي الأعيان، أو نقول إنها وجودية لأنها موجودة في الأذهان مفهومة؟ هذه الأوصاف الاعتبارية بالإضافية بالنسبية، فهنا أيضا اختلفوا. فإذا قلنا إنها عدمية فيجري فيها الخلاف الجاري في التعليل بالوصف العدمي للحكم الثبوتي. فنقول مثلا الأبوة، أو الأبوة إذا كانت هي العلة وهي وصف نسبي، فنقول لا يقتص من الوالد لعلة الأبوة، لا يقتص من الأب إذا قتل ابنه لعلة، أي بسبب الأبوة. إذن عللنا هنا بالأبوة، أو هذا حكم عدمي لا يقتص، عدم القصاص. كيف نأتي بالحكم الوجودي هنا؟ نقول يحرم الاقتصاص فيكون إثباتا للحرمة. فهنا الأبوة ننظر إليها فنقول الأبوة وصف نسبي عللنا به، فهل يصح أن نعلل به لحكم وجودي لحكم ثبوتي أو لا يصح؟ إذا اعتبرنا الأوصاف الإضافية والنسبية إذا اعتبرناها عدمية فيجري فيها هذا الخلاف، وإذا اعتبرناها وجودية فلا يجري فيها هذا الخلاف. هذا معنى قولنا رحمه الله كنسبي. إذن الخلاف الجاري في الأوصاف العدمية هل يعلل بها للأحكام الثبوتية؟ هذا الخلاف أيضا جار في الأوصاف النسبية هل يعلل بها للأحكام الوجودية الثبوتية؟ قال رحمه الله بعد ذلك لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة. لم تلف أي لم توجد، لم يوجد في الأحكام المعللات أي في الأحكام المعللة وليس في التعبديات، لم نجد في الأحكام المعللة علة خالية من حكمة. أي كل العلل الموجودة هذه العلل كلها وراءها حكم، فلماذا كانت هذه علة؟ لماذا كان هذا سببا؟ لابد أن تكون هناك حكمة حسب ما وجدنا. كما قال هنا رحمه الله لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة، أي لم توجد علة خالية من حكمة، أي علة بدون حكمة. هذا في الأحكام المعللة والمعقولة المعنى وليس في التعبديات وغير المعقولة المعنى، بل في المعللات والمعقولة المعنى. يقول لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة. ربما في بعض التفاصيل قد لا تكون هناك حكمة، لكن من حيث الجملة والعموم لا بد أن تكون هناك حكمة. وربما يعوزنا الاطلاع لكنه ليس به امتناع، وربما يعوزنا الاطلاع أي نعجز على الاطلاع على الحكمة. قد لا نستطيع أو قد لا ندرك الحكمة، لكن ذلك لا يعني أنه ليست هناك حكمة، فلا بد أن تكون هناك حكمة. وإن كنا لا نعرف ما هي هذه الحكمة في بعض هذه المعللات.
لكنه ليس به امتناع، أي ليس في التعليل بهذه العلل التي لا ندرك حكمتها أو حكمها امتناع، أي لا يمتنع أن نعلل بعلل لا ندرك حكمها. قالوا مثال ذلك في الأصناف الأربعة في الربا، ما هي العلة في البر والتمر والشعير والملح؟ نقول الطعم مع الكيل. ما هي الحكمة؟ لماذا كان الطعم مع الكيل هو العلة في الربا هنا؟ ما هي الحكمة؟ فنقول لا نعرف أو ما أدري. فهنا وإن كنا لا نعرف الحكمة أو لم نطلع عليها، لا يعني ذلك أنه ليست هناك حكمة. أما ما يتعلق بالزنا أو السكر أو السفر، فهذه علل ومقاصدها وحكمها معروفة. أما في هذا المثال في هذه الأصناف الأربعة، لماذا كان الطعم مع الكيل علة للربا هنا؟ ولماذا كانت الثمنية علة هنا؟ أو الوزن، لماذا هو العلة؟ ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ نقول لا نعرف. إذن قال رحمه الله وربما يعوزنا ابتلاع، أي قد لا نستطيع أو قد لا ندرك الحكمة، لكن لا يمتنع مع عدم إدراكنا للحكمة التعليل بهذه العلل التي لا ندرك حكمها، لكنه ليس به امتناع. واختار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه حتى في الأحكام التعبديات لا يمتنع أن تكون هناك حكم لها، حتى في الأحكام التعبدية كالصلاة مثلا، فإن هؤلاء الذين يقولون في المعللات لا بد لها من حكمة يقولون أما التعبديات فيمكن أن يقال إن المقصود من ورائها هو تحصيل الثواب ودفع العقاب، فالشخص يطيع ويمتثل فيثاب ويندفع عنه العقاب، إذن هذه حكمة، ولكن ليست هذه الحكمة التي يقصدونها هنا. لأننا إذا قلنا لماذا نصلي الظهر أربعا، لماذا كذا، لماذا نطيل في هذه الصلاة ونقصر أو نختصر في هذه الصلاة، أو نطيل القراءة هنا ونخفف من القراءة هنا، هذه الأمور ليست معللة، لكن هل هناك حكم؟ فاختار الشيخ عمر رحمه الله أنه حتى في هذه الصلوات مثلا قد تكون هناك حكم، كما أشار إلى ذلك قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هذه أيضا من الحكم. حينما يصلي المرء فإن هذا له فوائد ومصالح تعود على المكلف، وهذه الصلوات التي نصليها جماعة ما هي الحكم من وراء ذلك؟ تحصيل الثواب واندفاع العقاب فقط، أو هناك حكم أخرى من اجتماع الناس ومعرفة أحوال بعضهم وكذا وكذا؟ وهذا الصيام هو تعبدي، لكن هل هناك حكمة لهذا الصوم من كونه يصحح لنا الأبدان وأنه يجعلنا نشعر بالفقراء ونحس بآلامهم ومعاناتهم ومثلا؟ إذن يقول لا مانع من أن تكون هناك حكم حتى في التعبديات، فلا يقتصر أو لا تقتصر الحكم على المعللات فقط. قال رحمه الله لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة، وربما يعوزنا الاطلاع لكنه ليس به امتناع. وأخيرا قال رحمه الله وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفا، أي عند انتفاء الحكمة هل يثبت الحكم؟ إذا ظننا انتفاء فصول الحكمة وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء لظن حصول الحكمة، فإذا كنا نقطع بأن هذه الحكمة غير موجودة أو نظن أنها غير حاصلة، فهل يثبت الحكم مع ذلك أو لا يثبت؟ وفي ثبوت الحكم ونفي الحكم، قال والنفي، وفي ثبوت والنفي
أي وفي ثبوت الحكم وانتفاء الحكم عند الانتفاء للظن، أي لظن حصول الحكمة خلاف عرف. هناك خلاف، هل مع انتفاء الحكمة أو ظن حصولها نثبت الحكمة أو ننفي الحكمة؟ على سبيل المثال الاعتداد أي العدة لماذا هي مشروعة؟ لماذا نفرض العدة على المرأة إذا طلقت مثلا؟ قالوا لكي نعرف براءة رحمها، إذن استبراء لرحمها يضرب عليها العدة. ولكن الآيسة اليائسة التي كبرت أو الصغيرة التي لم تبدأ تحيض، هذه معروف براءة رحمها، معلوم أن رحمها بريء لم يعلق بها حمل، فلماذا تعتد؟ فهل نقول بما أن براءة رحمها معروف فإنها لا تعتد، أو نقول إنها تعتد كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن؟ إذن هل نثبت العدة لهؤلاء بغض النظر عن الآية؟ الآية إذا جاءت طبعا لابد، لكن لو لم تكن هذه الآية هل نقول بما أن هذه علمت براءة رحمها فلا تجب عليها العدة؟ أو حتى لو وجبت العدة لأوجبناها تعبدا فقط وليس لهذه الحكمة أو لهذه العلة؟ فهذه هي المسألة. وعند النظر في التفريع وفي الخلاف الفقهي نجد أنه في بعض الأحوال مع انتفاء الحكمة ينتفي الحكم، ولكن في بعضها الحكمة تنتفي ويثبت الحكم، كما في هذه الآية الحكمة منتفية وهي استبراء الرحم، لأننا علمنا ببراءة رحمها. إذا كانت هذه هي الحكمة فقد علمنا بانتفاء الحمل عنها، ومع ذلك أمرت بالاعتداد فعدتهن ثلاثة أشهر. وفي حال أخرى حينما يطلق المرء زوجته التي لم يدخل بها فهذا أيضا طلاق، وعلمنا أنها لم تعلق منه لأنه لم يدخل بها بعد وليس عليها عدة، إذن ليس حكم العدة ثابتا عليها هناك. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن إذا طلق قبل المسيس فليست هناك عدة تجب على المرأة، فالعدة هنا انتفت عن المرأة نظرا لانتفاء الحكمة وهي استبراء الرحم. أما في الحال الأولى فإن الحكمة انتفت ومع ذلك ثبتت العدة وثبت الحكم. إذن هذا قد يختلف من حيث التفريع، فربما إذا قلنا الحكم ينتفي دائما متى انتفت الحكمة ربما نخطئ، وربما أيضا نخطئ إذا قلنا الحكم يثبت حتى مع انتفاء الحكمة قد نخطئ أيضا، لأن الأحكام قد تتفاوت في هذه الأمور. إذن إلى هذا أشار هنا رحمه الله بقوله وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن، أي لظن حصول الحكمة. إذا كان ظن حصول الحكمة منتفيا ففي ثبوت الحكم مع ذلك خلاف عرف عن العلماء رحمهم الله، فهل يثبت الحكم أو ينتفي الحكم؟ وهو الذي عبر عنه هنا والنفي بالنفي. ففي ثبوت الحكم ونفي الحكم خلاف عرف عند العلماء إذا كانت الحكمة منتفية. والله تعالى أعلم.